ننتقل إلى الفئة الجديدة، هذه الفئة التي تشهد اليوم جولتها الأولى ضمن أحداث الجولة الخامسة، فئة إكستريم 10.5، أولى الطلعات بين عباس عبد الله على يمين المضمار ودان ميلن على يسار المضمار. إذن دان ميلن وبسرعة نحو خط النهاية، ولاحظ الرقم 3835 جزء بالألف من الثانية، أرقام قريبة من فئة البرو نايتروس وفئة البرو إكستريم. طبعا هذه كانت الطلعة الأولى في هذه الفئة. الطلعة الثانية جمعت بين الماد مان فرانك تايلر على يمين المضمار وتيلر ميلر على يسار المضمار. فرانك يقود سيارة كورفيت 99 بينما تايلر ميلر يقود سيارة فاير بيرد 92. لنرى هذا الحوار، لنشاهد الغلبة لمن ستكون، لفرانك أم لميلر. إذن فرانك لا يترك أي خيار لخصمه ويتجه سريعا نحو خط النهاية، 3960 جزء بالألف من الثانية، سيرافق دان ميلن إلى الراوند 2. الطلعة الثالثة في فئة إكستريم 10.5، سعيد الجاسم من المملكة العربية السعودية على يمين المضمار وديفيد هانس على يسار المضمار. سعيد الجاسم يقود موستانج 92 بينما ديفيد هانس من الولايات المتحدة الأمريكية يقود سيارة بلير 57. إذن لنشاهد ثالث المتأهلين، من سيكون في هذه الفئة؟ يبدو أن ديفيد هانس هو الذي سيفوز، والنتيجة تشير أيضا إلى ذلك، 4.71 جزء بالألف من الثانية. ننتقل بعدها إلى الطلعة الأخيرة في هذه الفئة. الطلعة جمعت سكوت كريستوفل على يمين المضمار وبراين باريت على يسار المضمار. كريستوفل على اليمين يقود سيارة كامارو 68 وأيضا باريت يقود كامارو 68. إذن الاثنان يقودان نفس السيارة. لنشاهد الآن الرياكشن ولنشاهد ردة الفعل والتحكم لمن سيكون. إذن باريت سريعا نحو خط النهاية وهو آخر المتأهلين إلى الراوند 2. ننتقل إلى الراوند 2 في هذه الفئة، فئة إكستريم 10.5. أولى النزالات النصف النهائية جمعت بين دان ميلن على يسار المضمار وبراين باريت على يمين المضمار. سيارة دان ميلن موستانج 08 بينما سيارة باريت كومارو 68. ترقب لهذا النصف النهائي، ودان ميلن يؤكد أنه قادم بقوة لانتزاع لقب هذه الفئة، 3855 جزء بالألف من الثانية. الطلعة الثانية والأخيرة في الراوند 2، نصف النهائي الآخر يجمع بين فرانك تايلر على يمين المضمار وديفيد هانس على يسار المضمار. إذن فرانك 3960 جزء بالألف من الثانية، وللمناسبة هذا هو نفس الرقم الذي سجله في الراوند 1. إذن محاولتان لهذا السائق بنفس الرقم
بالثانية وبأجزاء الثانية أيضا. إذن نهائي فئة الإكستريم 10.5 يتحول إلى نهائي من عيار البرو إكستريم من حيث قوة المنافسة وقوة المحركات. فرانك تايلر على يمين المضمار، دان ميلن على يسار المضمار. سنرى من سيكون بطل أول جولة تقام بهذه الفئة على أرض هذه الحلبة. إذن هذه هي أول مرة تدخل فئة إكستريم 10.5 لحلبة نادي قطر، ولنرى من سيضع اسمه كأول بطل في هذه الفئة، هل هو فرانك تايلر أم دان ميلن؟ يستعجل ميلين، يستعجل، ضوء أحمر يخرجه من المنافسة، وبالتالي فرانك تايلر بطل لفئة الإكستريم 10.5. ننتقل الآن إلى فئة البرو نايتروس على يسار المضمار من فريق بحرين ون خالد محمد، على يمين المضمار من فريق RSG علي الكعبي. إذن المواجهة الأولى إماراتية بحرينية، علي الكعبي سجل رابع أفضل توقيت في التجارب، وخالد محمد سجل خامس أفضل توقيت في التجارب. إذن ضوء أحمر لخالد محمد، انطلاق خاطئ، وبالتالي علي الكعبي هو أول المتأهلين إلى الراوند 2. خروج مبكر لخالد محمد من الطلعة الأولى بهذه الفئة. طبعا إذن خالد محمد بطل الجولة الأولى في فئة البرو نايتروس، الجولة الأولى من بطولة الدوري العربي للدراج ريسينج ليج. يتوقف مشواره عند هذه المرحلة وهو وصيف الجولة الماضية. طبعا الطلعة الثانية جمعت بين شانون جينكينز على يمين المضمار والملقب بالآيسمان، وعلى يسار المضمار من بورتوريكو إيسياس روخاس. شانون جينكينز بحساب الألقاب، فهو فاز باللقب في الجولة الثالثة، وأيضا فاز بمركز الوصافة بالجولة الأولى. لنشاهد هذا الحوار ولنشاهد الغلبة لمن ستكون. يبدو شانون أسرع نحو خط النهاية، وبالفعل شانون جينكينز هو الذي يتأهل 3 ثوان و887 جزء بالألف من الثانية، ويتوقف أيضا مشوار إيسياس عند هذه المرحلة. الطلعة الثالثة جمعت بين مهنا النعيمي على يسار المضمار من فريق العنابي القطري مقابل إدوار ويلسون على يمين المضمار. الطلعة غير مسجلة لدينا، وفيها أصاب عطل سيارة مهنا النعيمي، وإدوار ويلسون انتقل لمقابلة شانون جينكينز في الراوند 2.